أهالي الصويرم قدمنا ناس تحت التحرير ويا أخواننا المظاهرين، وإحنا كنا هنا بخدمة الشعب وكنا عراق واحد، جينا نطبخ هنا ونساعد أخواننا. هذا غدانا هسه، ورا نسوي عشاء، ورا ريوق وباقين وما نروح. ثورتنا أساسها الشباب، والشباب أساسهم الثقافة، فبالثقافة تحيا الأمم. نحن اليوم قمنا معرض صغير حتى نوعي الناس أنه على الثقافة، حتى نأكد للعالم بأجمع أن ثورتنا سلمية وستبقى سلمية وستبقى سلمية حتى نحصل على الحقوق، لأن في الوقت الحالي أصبحت أحلام بعض الشباب هي حقوقهم المشروعة ولم يحصلوا عليها. أنا مفرزة شباب التحرير، بلشنا أول شيء بمجموعة كراتين. أول ما جيت هنا أنا صيدلاني، شفت المكان هذا فارغ، هذا المكان قريب جداً على الجسر، سيارات الإسعاف مصطفى هنا، دفاع المدني موجود، أكو خيم منقذين ما كانوا بها اختصاص، مجرد ناس يحاولون يساعدون العالم المختنقة. فشفت أنه أكو نقص بالكادر، أكو نقص بالأدوية وبالتجهيزات الطبية، فجبت الأدوية، ناس تبرعوا، بعدين قررنا أنه نجتمع، جوي شباب ساعدوني، ناس لما سويت إعلان بلشوا يتبرعون، بلشوا يساعدون، صارت مجموعة، جبنا خيمة، توسع الموضوع، حالياً نجهز هاي المنطقة بالكامل. أبناء طوائف المجتمع هم قادة هذه التظاهرات، مثل ما يقومون به طلاب المجموعة الطبية أيضاً، واجب طلاب كليات الإعلام النزول إلى ساحة التظاهر والتنسيق بين المتظاهرين وتنظيمهم وأرشادهم أيضاً وتوعية المتظاهرين لكي لا يشوهون صورة التظاهرات وتضيع دماء شهداؤنا وجرحانا.